تكاد تكون القصة الأساسية التي يبحث عنها المشاهد هي موضوع الواشي، وهذه القصة هي أهم ما ورد في الحلقات الثلاث. من هو الواشي الحقيقي الذي أوشى بصدام حسين، ذهب إلى الأمريكان ودلهم على مكانه؟ أتمنى أن تتحدث بهذا الموضوع. حقيقة أستاذ جلال، أنا في حلقات سابقة قلنا هذا مو وقتها، واليوم أنا أرجو منك أن تتحدث بكل صراحة ووضوح. هذا الموضوع يعني أردت ما أتكلم به يعني، ولكن قد أكون في يوم ما المشاهد أخواننا العرب العراقيين يقولون ليش ما تكلم سلوان عن موضوع الوشاية مفصلة، وقد الأعمار بيد الله قد يجوز نموت وتموت الحقيقة ويانا، ما راح تنكشف، لأنه الشخص المطلع عليها فقط آني. أرجوك يعني أستاذ سلوان، نعم، أن تتحدث لي بكل صراحة، لماذا أنت برأت قيس النامق وأخوته؟ خلنا نتكلم القصة بالكامل ما دام أستاذ جلال تلح على الموضوع بأنه لازم تكشف الحقيقة. أرجوك كاملة. لأن المشاهد الكريم يريد يعرف. إذن تركني أسرد القصة كاملة. تفضل. ويكون شاهد عليها الله سبحانه وتعالى، وأني هاي روايتي ومصمم عليها بأنه هي هاي الرواية الحقيقية يعني. تم إنشاء الملجأ هو وقيس وأخوة قيس، أنشأوا هذا المكان الملجأ المحصن، وهو بطريقة الثمانينيات اللي تكلمنا عليها في حلقة سابقة، ملجأ رسمي كونكريتي. هذا الملجأ أنا ذكرت بأنه عمل الحماية المرافقين عملهم، وعمل قيس ما واحد يعرف بالثاني، وهذا هو العمل الصحيح اللي اختاره الرئيس، بأنه أبو الحماية لازم ما يعرف الرئيس وين يختبئ، لأنه قد يكون أبو الحماية بأنه ضايق أو ألقى القبض عليه أو ما تحمل، فراح يجيبهم للمزرعة. الرئيس توقعاته بأنه صاحب الحماية راح يجيبهم، في قد يكون يعني قد يكون ما يتحمل، ولكن اللي ما راح يطلع من هذا المكان غير اللي يعرفون به، اللي هم أهل البيت. أهل البيت. في تصور الرئيس بأنه عندما أسر بأنه اللي فتح الملجأ، باب الملجأ، هو قيس أو أخوة قيس في تصوره، فبنى على هذا وكتب رسالته واتهمهم على اعتبار أنه هم الوحيدين اللي يعرفون، يعني الحماية خارج نطاق بأنه يعرفون بالملجأ، بينما الحقيقة هي إحنا كنا نعرف بالملجأ كحماية أشخاص، نعرف بأنه الملجأ ونعرف البوابة اللي تؤدي على الملجأ. راح تسألني تقول لي شلون عرفته، وهو هذا الشيء سر بين الرئيس وبين أهل الدار اللي هم قيس النامق وأهل في مرة من المرات جينا إلى المكان أنا والعقيد محمد، حقيقة أنا ما منتبه ولا كان يهمني الرئيس وين يروح وين يختبئ من، ولا كان ببالي بأنه الأمريكان يجون يروحون، ما عندي هيش معلومات، أنا أجي أقوم بواجبي وأرجع، ما عندي تفاصيل أخرى يعني ما مهتم بيها. العقيد محمد تقصد محمد المصلط؟ محمد المصلط. العقيد محمد المصلط كنا واقفين أنا وياه، الرئيس دخل إلى الغرفة يعني يجيب فد شيء من الغرفة بوقتها، فكانت البوابة مال الملجأ مفتوحة للتهوئة، وهي عبارة عن فلينة ومزروعة ورد، فكانت مفتوحة ومخليها على صفحة. أنا ما منتبه على هاي الحالة، ولكن العقيد محمد ندسني بيده فأشر لي على الفتحة مال الملجأ، فانتبهت بس ما تكلمت. الرئيس طلع من الغرفة فأعطانا التوجيهات وخرجنا، فبالسيارة من خلال الحديث قلت له شنو هذا اللي أشرت لي عليه؟ قال لي هذا الملجأ اللي يختبئ به عمنا، وبدأ يشرح لي بأنه هاي الفلينة ومزروعة ورد، هاي بعد أن ينزل عمنا فتتخلى الفلينة، وبعدين مخلين تنكة فيها رمل أو تراب نفس التربة، بعد أن
يضعون الفلينة ينزلون التراب حواليها وبعدين يصير جزء من الأرض وبعدين في بساط قطعة من البساط يضعوها قريبة يعني حتى تكون علامة أو يعني بساط قديم فهاي الطريقة. فبقيت كل ما أجي بعدين أشوف الفتحة مفتوحة للتهوى ولكن لا سألت عليها ولا جبت موضوعها ولا زين. كيف عرف العقيد محمد والوحيدين اللي يعرفون هم أهل الدار اللي هم قيس النامق وأخوته شلون عرف؟ حسب من سألت العقيد محمد شلون عرفت بهذا المكان؟ قال لي أنا سألت قيس هذا كلامه يعني أنا ما يعني نقلا يعني كلام العقيد. قال أنا سألت قيس بأنه الرئيس وين يختبئ إذا جوا الأمريكان لازم يكون عنده مكان يختبئ به. فأني بصفتي مرافق وابن عم الرئيس لازم أعرف الرئيس وين يختبئ إذا صارت مداهمة. فقال قيس قال لي بأنه إحنا عملنا ملجأ وهاي الطريقة فشرح له جميع تفاصيل الملجأ. هذا اللي يتكلم لي بيه العقيد محمد زين. وبعدين يعني هاي اللي أربط بيها آني بأنه الشخص اللي جاب الأمريكان للمزرعة هو نفسه فتح الملجأ. نعم لأنه هو يعرف بباب الملجأ. طبعا هذا الموضوع مو سهل علي يا أستاذ جلال. الموضوع احنا ده نتكلم عن شخص أخ ولكن يبقى كلمة الحق. آني بال2004 بريت هاي العائلة بعد أن اتحريت منه ألقي القبض عليه في ساعتها. لو كان أي شخص ما واقع بيد الأمريكان من الدائرة المحيطة اللي احنا مع الرئيس كحماية أو قيس وأخته ما واحد واقع بالمعتقل الأمريكي يعني كان الأمور اختلفت إلى وشاية شخص راح دل الأمريكان ورجع. ولكن من آني ثاني يوم من أسر الرئيس مباشرة تبعت منه اعتقل من كانت الدائرة أهل المزرعة أو الدائرة المرافقة. فرأسا عرفت بأنه العقيد محمد ألقي القبض عليه يوم الجمعة الساعة 2 ليلة. فهنا صار عندي الربط وبعدين كثير أمور بديت أتحرى عليها بما فيها يعني محمد اختار حتى أصدقاء فاشلين يعني كان الشهيد. شنو دليلك على أن العقيد محمد هو من أوشى بالرئيس وهو من دل الأمريكان على مكان الملجأ أو الفتحة مال الملجأ؟ لأنه في أمور أنا تكلمت لك في انهيار صار قبل أن يؤسر الرئيس. يعني في بداية الأمر والتحاقي بالرئيس أنا كنت جاي مدفوع يعني بحيل صدر بأنه إحنا ندافع عن بلدنا وده نشتغل ويا أعلى شخص هو اللي هو قائد العام للقوات المسلحة اللي تدير الجهاد والمقاومة بعد الاحتلال. فمن شف التصرفات خطأ ونبهت الرئيس عليها وتحدثت بها في حلقة سابقة بها ولكن الرئيس صعبة لأنه العقيد محمد الشخص المدلل عند الرئيس. يعني ماكو واحد بالحماية والمرافقين مدلل أكثر من العقيد محمد مستحيل وهذا معروف. فالصعب بأنه تنقل حالة للرئيس بأنه أكو أغلاط من هذا الشخص قد يكون تطلع بوجه أسود ويقولوا لك البس الباب لأنه مثل يعني هي مثل قبل يعني من واحد يوصل كلمة حق قد يكون لا يؤخذ بها. فمن قلت له للرئيس أكو أغلاط قال لي يا أبوهم ما عرفوا بشغلهم. فصعب صار علي بأنه أنقل الأغلاط على شخص هو أخ يعني أسأله غريب نقدر نتلافى الموضوع بس أخ صعبة. ولذلك سكتنا هاي 20 سنة لأن صعبة تتكلم هذا الكلام اللي دي نتكلم الآن. فبدأت ألاحظ على العقيد محمد شغلات بأنه مخصص من حياته 99% للأموال جمع الأموال جمع الحال 1% لإدارة المقاومة 1% يعني يجي البريد رأسا وزعه والتهب الأمور الأخرى اللي يعني كان الشهيد إحسان السامرائي عند أخ ما موجود كان بدياله وبعدين إجي اللي هو محمد كينا إجي وإحنا موجودين بدون عوائلنا يعني كأشخاص.
فقعدنا كم يوم ببيت الشهيد حسام. فاجى هذا دخل على القطار، هذا الشخص اللي هو محمد كينا، هذا شخص صاحب كيف ومشروب ونساء، هاي شغلته يعني، مو شغلة مثل الشهيد حسان عنده مبدأ والآخرين. فيوم يومين بدأ محمد يتقرب لهذا الشخص ويتودد له ويطلعون وشرب ونساء والآخرين. فأتذكر الشهيد حسان قال لنا أنا ومحمد أخويا، هو صح أخويا يعني، بس لا تروحون زايد وياه، لا تروحون زايدة. فبعد ما استشهد حسان الله يرحمه، محمد راح ويا محمد كينا يعني، راح زايد شرب نساء يعني. تصور مرة من المرات رحت حتى أخذ البريد، فقال لي العقيدة أخذ من العقيد محمد، فقال تعالوا وياي للبيت المقيم به. فلقيت الجهاز اللي يستنسخون به البريد في بيت، وبي وحدة يعني حرمة يعني ما أعرفها، هي صديقة للعقيد محمد. فشلون هاي تطلع على البريد وتستنسخ البريد إلى عدة نسخ؟ زين ها يعني شفت أمور كثيرة يعني وقفتني بأنه شنو هذا العمل اللي دا يصير. ومثل ما قلت لك ما قدر كل شغلة أوصلها، دا أشوف العقيد يشتري عقارات، دا أشوف العقيد يجمع مال ويخلي عنده هلا وأولاده، دا أشوف العقيد في محل ما ذهب صاحبه موجود وراح يسمعنا اللي هو غازي اسمه أو فيصل بتكريت مقابيل جامع صدام ابن هزاع الجديد من بيت هزاع الجديد. ده يحكي لي أحد أخوانه قبل فترة يقول لي العقيد محمد إجا اشترى المحل مالنا 3 مرات ما ذهب، اشتراه بالمرة الأولى وبعدين أخذنا المال اللي اشتراه المحل بالكامل يعني الذهب الموجود، أخذنا الأموال وترسنا المحل مرة أخرى تسوقنا به مصوغات بالكامل، وجاء اشتراه المرة الثانية يعني يشتري الذهب والمصوغات اللي بيه. طبعا هو كمحل ذهب نعم، اشتراه بالمرة الأولى فضاء وبالمرة الثانية وبالمرة الثالثة، وين راح هذا الذهب وليش دي يشتري؟ أنا مثل ما تكلمت لك الأموال هي اللي أطاحت بكل شيء، عصفت بكل شيء الأموال، الكل الموجودين اللي استأمنوا الرئيس وزع الأموال على شخصيات كثيرة، قد يكون 20 أو 30 شخص في باله، قد يكون إذا 29 راح وراح يبقى واحد، فهذا الواحد يدير الأموال اللي عنده تدير المقاومة يجوز 5 سنوات هذا الشخص الواحد، بس مال 30 كلهم يتبخرون والكل يتمنون بأنه يؤسر الرئيس أو يقتل حتى هاي الأموال تصبح في يعني يصير لهم، هاي ما كان يحسبها الرئيس. فلو الرئيس طالع بدون أموال أفضل له بكثير، وكان المقاومة والحال ما وصلنا لليوم اللي ما جاوبتني عن الذي دل الأمريكان على الفتحة، فتحة الملجأ، وكان بمعية الأمريكان هو إجا عندما اعتقل محمد إبراهيم ومحمد خضير يوم الجمعة ساعة 2 PM أخذوهم. محمد خضير قد يكون محمد إبراهيم ما يريد يعترف بالبداية، ولكن محمد خضير وهو في أموال عندهم يعني هم دافنيها يعني ما أعرف فيها، هاي بعدين ظهرت بين يعني محمد خضير وبين أخوه وبين محمد الإبراهيم أموال أخرى غير الأموال اللي موجودة عندي، فأكو أموال على صفحة أنا ما أعلم بها، ولكن محمد خضير اعترف على محمد إبراهيم في نفس الساعة هم طمع بالأموال حتى يخلص من العقيد محمد. هنا العقيد محمد ولا لو ما اعترف على العقيد محمد بنفس اليوم خليها ثاني يوم ثالث يوم، احنا مجرد أن يصلنا خبر اعتقال محمد إبراهيم كان الأمور تغيرت، لأنه كان نقلنا إلى مكان آخر فورا، ولكن ما صارت لنا فرصة أن نعرف. طيب ارجع لي تم اعتقالهم. خل أكمل لك هاي أستاذ جلال. فمن اعتقلوا محمد اعترف على محمد الإبراهيم ضغطوا عليه ساعة أو ساعتين، بس 7 الصبح حسب الرواية، هنا نجي على السماع، هنا نجي عاد سماع الروايات الرواية الأمريكية بأنه خلال 7 الصبح، ولكن هل نبني على الرواية الأمريكية بأنه صحيحة؟ يعني صعبة راح نبنى. الأمريكان قالوا اعترف
على مكان الرئيس بالسبعة الصبح. فهاي رواية على صفحة. ولكن بال2004 محمد كينا زارني إلى سوريا، كنت أنا بسوريا لأنه أنا أجمع معلومات عن الموضوع بالكامل. فمن زارني التقيت وياه مكان كوفي أو يعني مكان كازينو، مكان عام عام. فقلت له احكي لي، تكلم لي شنو اللي صار، شلون اعتقلوكم، شلون صار الموضوع. قال الموضوع هيك نفس ما نفس الرواية الأمريكية، قال اعتقلونا الساعة كذا ثنتين بالليل، جابونا قالوا وين محمد، ما قدرت، قلت لهم محمد جبتوه اعتقلتوه ويانا، فراحوا على محمد. قال أنا جابوني بزنزانة، وجابوا شخص بزنزانة جنب زنزانتي، بس أنا ما أعرف منه. هذا يتكلم لي محمد كينا، أنا ما أعرف البزنزانة اللي بجنبي منه. إلى أن بدأ الشخص الصبح، قال تقريبا يعني ساعة سبعة، يعني قال الدنيا ضوت. فبدأ الشخص اللي بجنب الزنزانة ماتي بدأ يضرب على الباب مال الزنزانة. فإجا الجندي الأمريكي يركض عليه، فقال له وين الجنرال، للأمريكي ده يحكي للجندي الأمريكي، عندي معلومات مهمة أريد أوصلها للجنرال. بعد أن ضرب على الباب، يعني طابقت وياي شهادة محمد كين اللي والرواية الأمريكية، والرواية هنا أنا تأكدت من الموضوع بأنه الرواية الأمريكية صحيحة بعد شهادة محمد كين على هذا الموضوع. وهو يعني مثل ما أنا يعني تبعت الموضوع هذا بكل جوانبه، مدى ألقى منفذ غير المنفذ اللي روته الرواية الأمريكية. والرواية الأمريكية أنا ماذا أقول لكم، صادقين قد يكون كقيادة أمريكية كذبوا واحتلوا العراق بكذوبة، ولكن ما دار بالكتاب الأمريكي حول المحقق الأمريكي جون الأمريكي نيكسون، أنا ما شفت شيء بي كذب، لأنه هذا الموضوع أنا متعايشة. لا الناس يقولون ده يسوي دعاية للأمريكان، لا، ولكن اللي صدر بالكتاب الأمريكي أنا متعايشة بكل جوانبه، هو حقيقي القصص اللي بكل جوانبه حقيقي. فأني متأكد، يعني متأكد تماما بأنه عائلة، قلت لك الأساليب الخاطئة. إذن أنت الآن تؤكد أن من وشى بالرئيس هو العقيد محمد، نعم، المصلط. نعم، مثل ما قال المحقق الأمريكي جون نيكسون في كتابه. نعم، ولذلك يعني أنا ظليت أدفع هاي العشرين سنة، وصارت مقابلة بيني وبين العقيد محمد في عام 2013. أنا دا أجمع، يعني دا أشوف شو، يعني أريد أجزم هذا الموضوع. أنا جازمة ولكن أريد أجزم على الموضوع هذا. فبال 2013 تواجهنا أنا والعقيد محمد، وبقى يعني بقينا سوا تقريبا 20 إلى شهر. وين؟ في داري. هاي الفترة كلها ما فتح لي موضوع ال 2003، ما فتح لي موضوع الاعتقال، لا اعتقاله ولا اعتقال الرئيس، أسر الرئيس ولا الأم، ما فتح لي شيء اسمه. يعني تريد تقول أنه تعمد في عدم التطرق إلى هذا الحديث نهائيا. يعني تدري هسه إذا اثنين يصير عندهم موقف ويختفون ويجون يتلاقون ألا يحكون بهاي القصة؟ صحيح. مستحيل. تمام. فإجي هاي الفترة كلها ما تطرق لي، ولكن اتطرق بكلمة وهي مسيئة يعني للرئيس، كلمة واحدة وما جاوبته أنا، فهنا جزمت بأن الموضوع. شنو الكلمة؟ يعني أتركها، ما حلوة، يعني ما أريد. يعني شتم الرئيس مثلا؟ يعني كلمة مو زينة بحق الرئيس. اثنين، لاحظت بأنه وأولاده يتمهزون على الرئيس بكلمات بديهية وهو يضحك، هاي كلها بالسنين القريبة الماضية. هنا أنا جزمت بأن الموضوع يمه، يعني أكو مشكلة بينك وبين نهائيا. أقرب أخ لي هو العقيد محمد، ولكن بعد 2003 العمل اللي احنا دخلنا به يعني ما عجبني الوضع نهائيا، لانه كان البريد، يعني بداية الامر كان البريد، اذا ماكو بريد اقول له، اذا ما جاني بريد شلون اروح للرئيس؟ فكان يقول لي خذ له من الشريط مال العربية، خذ له من الشريط، سجل له، شوف كم دبابة احترقت وودي لي. فوصل الكذب إلى المرحلة هاي. فحتى مرة من المرات جاء بريد للرئيس، وكانوا
المسؤولين على 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 مجموعات المقاومة هم تحت إدارة العقيد محمد، شخص بالبيجي وشخص بتكريت والآخري. فكان البريد من إجا الكل متبنية حرق دبابة في تكريت، كل المجاميع اللي هي تحت سيطرته، فالظاهر ماخذيها من الشريط مال العربية، كلهم ماخذين من مصدر واحد. فالرئيس تعجب قال لي هاي منو هذول المجاميع؟ انتبه انتبه. قال لي شنو المجموعة الفلانية بالبيجي، شنو المجموعة مال تكريت، المجموعة في سامرة، كلها متبنية دبابة محروقة في تكريت. فكان يعني يوجه بأنه أخذ البريد من الشريط مال العربية ودي للرئيس. هنا كان دا اتفاجأ دا انصدم، أنا البداية دا انصدم، بس حاولت أنصح الرئيس، حاولت أوصل الحقائق للرئيس. طبعا أنا من أقول لك العقيد محمد هو سلم الرئيس، هذا مبني على أمور يعني قبل أن يؤسر الرئيس. يعني أنا أجزم لك بأنه نعرف بأنه العقيد محمد إذا انقضب راح يسلم الرئيس في دقيقة واحدة.